رسميا النادي الاهلي بيعلن عن تيشيرت الفريق الجديد لموسم 23-24. تيشيرت تحفه جدا والديزاين ممتاز اتعمل للنادي الاهلي. كمان اثناء الحلقه دي هعرض لك التيشيرت البديله للنادي الاهلي. كمان هنشوف بعض الكواليس من اعلان تيشيرت النادي الاهلي وحاجات كتير جدا. بس تعال نشوف فيديو الاعلان ونرجع نتكلم تاني. أفضل نادي في القرن العشرين، النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. تقييمي للتيشيرت ده انه ياخد 8 من 10، وده لعدة اسباب مختلفة. اولا درجة اللون وقوة الخطوط اللي في الكتف، لانها المرة دي افضل من الموسم اللي فات بكتير. كمان الخطين اللي بالشكل الابيض اللي في الجنب عاملين تفصيلة هايلة، بالاضافة طبعا للوجو اديداس اللي برضه شكله تحفة. كمان لوجو النادي الاهلي اللي على التيشيرت مختلف وشكله كويس جدا، ولكن اديته 8 من 10 لسبب وحيد فقط، وهو لوجو اتصالات. اللوجو اللي محطوط بطريقة سيئة، كنت اتمنى يتحط بطريقه افضل من كده، او حتى يتفرغ ويكون الكلام بالشكل الابيض فقط. وطبعا اضاف تيشيرت وزي جديد للنادي الاهلي، فلازم نشوف اليسيا يانكون وهي لابسه تيشيرت النادي الاهلي الجديد. تعال نروح نشوف الفيديو ونرجع نتكلم تاني. جاكيت بتبع حب محدش نفعني، قفلت الدكان. اما بقى عن التيشيرت البديله اللي هتكون جاهزه قبل بدايه الموسم، واتمنى تكون بنفس التفاصيل والديزاين اللي قدامك، لانها برضو هتكون روعه وهتكون اجمل من تيشيرت الموسم السابق. فكره انك تحط اللون الاحمر في التيشيرت السوداء وبشكل مش اوفر هتكون مميزه جدا، ودرجه اللون عامله دمج ممتاز، وفعلا تيشيرت خروج برضو. اتمنى يتم تطبيق التصميم ده لانه فعلا تيشيرت تحفه. ولحد هنا صديقي انا خلصت كلامي، هستنى اسمع الكلام بتاعك وتقول لي تقييمك لتيشيرت النادي الاهلي الاساسي للموسم الجديد، وتقول لي ايه السلبيه اللي شفتها في التيشيرت، وهل كنت تتوقع التصميم ده قبل الاعلان ولا لا، وبرضه تقول لي رايك في التيشيرت البديله للنادي الاهلي، وتقول لي هل هي لو تم تطبيقها هتكون تيشيرت مميزه ولا انت شايف ايه. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.